بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل الطلبه اللي انت من قناتي. بتمنى ان انت تكونوا بخير. لو انت بتتفرج على الفيديو لاول مره، بتمنى ان انت تروح تتفرج على الفيديوهات بتاعتي، ولو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات للفتره الجايه. وللناس المشتركه معايا يا شباب، لو انت مش مفعل الجرس يا ريت تفعله عشان خاطر توصلك كل الاشعارات بالفيديوهات اللي انا بعملها. اولا حابب اشكر الناس اللي سالت ليه ما فيش مقدمه في الفيديو اللي فات، وانا تعمدت ان انا ما اعملش مقدمه عشان خاطر ما اطولش وقت الفيديو، بس ده بصراحه حسسني ان انتم مهتمين وحابين تعرفوه، وده اللي شجعني ان انا اعمل الفيديو ده. في البدايه عايزك تتفرج معايا وتركز في الحلقه دي جامد، وتسامحنا لو هي طويله شويه، بس انتوا اللي طلبتوا النوع ده من الفيديوهات. السؤال تعبت منه بيجيني في كل الرسائل يا شباب، وقررت ان انا اطلع اجاوب عليه. انا خلاص مليت من المذاكره ومش عايز اذاكر تاني، اعمل ايه؟ مش عارف. السؤال التاني يا شباب، انا خايف من الامتحان وحاسس ان انا مش عارف اي حاجه، وبصراحه خايف ان انا ما اجيبش مجموع السنه دي ومش عارف اعمل ايه. السؤال التالت يا شباب، انا ضعيف في الانجليزي وحاسس ان هو العقده بتاعتي ومش عارف برضو اعمل ايه. تعالى بقى معايا نجاوب على الكلام ده ونتكلم عن اسبابه بالتفصيل. بصوا يا شباب، في النهايه انا ممكن ما اذكرش حلول للمشاكل اللي انا هتكلم عليها دي. طب انت تقول لي طب وانا استفدت ايه؟ اقول لك بص يا سيدي، ساعات انا مش لازم يكون عليا الحل بتاع المشكله دي، انا ممكن اللي عليا ان انا باين لك المشكله هي ايه، وانت اللي عليك ان انت تفكر في حل. وساعات كمان يا شباب الحلول دي مش بتنفع لكل الناس. يعني مثلا انا لو قلت لك اسباب ادت الى نجاحي في شيء ما، وقلت لك طبقها وامشي عليها واحده واحده وان شاء الله هتنجح، مش من الضروره ان انت تنجح، لاني ممكن الظروف تكون مختلفه شويه عني وعنك، بس ده ان شاء الله هتكلم عليه في حلقه تانية مش هتكلم عليه دلوقتي. تعالى بقى معايا نتكلم عن السؤال الاول اللي هو انا تعبت من المذاكره، كنت بذاكر في اول السنه كتير جدا ودلوقتي حاسس ان انا فصلت ومش عايز اكمل ولا ليا نفس اصلا المذاكره. اسباب المشكله يا شباب بتتلخص في الاتي: اولا الطالب الدحيح اللي بيبدا السنه من اولها بجد ومذاكره وبتعب نفسه على الاخر، ومش فاهم ان النفس بيجي لها وقت وبتمل وبتتعب معاك ومش بتكمل للاخر، وده للاسف لانه مش فاهم طبيعه النفس البشريه. النفس البشريه في البدايه بتكون محتاجه حاجه بشده فبتعمل ليها بجد، لكن بعد فتره من الفترات وبعد فتره من الجد ده بيحصل لها فتره ضمور بتكون صعبه جدا، وبتكون صعب ان انت تكمل في الفتره دي، وفي الفتره دي مش بيفرق معاك اي حاجه وبتستوي كل حاجه في عينك، يعني مش فارقه معاك اصلا. مثال بس عشان ما تتوهش مني، تخيل بقى ان انت في مباراه او اي لعبه بتحتاج مجهود، المباراه دي مدتها 20 دقيقه، لو انت في اول 10 دقائق بدات تجري وتركض وتطلع كل المخزون البدن اللي عندك، في نهاية المباراة مش هيكون عندك أي حاجة، يعني هتكمل العشر دقايق الأولانية والعشر دقايق الثانية مش هتعمل فيهم أي حاجة، فهتخسر المباراة أكيد. الناس اللي لعبت كورة فعلا هتحس بالكلام اللي أنا بقوله، ممكن اللاعب يكون معدي من جنبك كده وأنت مش عايز تجري وراه أصلا، وممكن هيجيب هدف مش فارق معاك لاني خلاص تعبت، فمش فارق معاك تجيب هدف ما تجيبش هدف، بقى خلاص انت فصلت. لكن لو قسمت مجهودك خلال ال 20 دقيقه دي اكيد اللي حصل معاك او النتيجه اللي حصلت معاك هتكون غير. الحل بقى ايه؟ الحل يا شباب ان انت تصبر نفسك وتحاول تعتبرها انها طفل صغير، يعني كل شويه تقول لنفسك خلاص يا حبيبي هانت، مش فاضل كتير، اهدى بس وان شاء الله كل حاجه تمام، هو ده الحل. مثال برضو عشان ما تتوهش مني، اكيد كل الناس دخلت جيم. طبعا انا دخلت جيم بقى وعضلات وشغل وبتاع، بس الصراحه ربنا ما كرمنيش بعضلات، كرمني باحمد وانا بعته. المهم خلينا في المثال بتاعنا، المدرب بتاعك اللي هو بتمثل في اي شخص بيديك نصايح في الحياه هيلعبك تمرين جديد، التمرين ده 20 عده تمام يا شباب، انت فرحان ومبسوط وبدات كده بكل سهوله بقى من البدايه، 1 2 3 4 وصلت ال 15، بقت ايه الدنيا صعبه، النفس داج معاك وبدات العضلات ترتعش بتاعتك، ف انت خلاص هترمي الحاجه اللي انت شغال بيها، مش مستحمل خلاص، مش عايز عضلات ولا عايز اكون فت، انا استسلمت. ليه بقى؟ لانك لما بدات يا شباب ما كنتش عايز تشوف غير الحاجه الحلوه بس، اللي هو يكون عندك جسم كويس، ومش عارف ان انت عشان تجيب جسم كويس ده محتاج ان انت تتعب وتطلع عينك عشان خاطر توصل للحاجه الحلوه دي. نفس فكره الجواز بالظبط، انت فاكر ان الجواز كل حاجه فيه حلوه، لكن لما تدخل على ارض الواقع وتتصدم ان في حاجات وحشه فبتكره الجواز. مين بقى اللي حل المشكله دي؟ المدرب او اي شخص قريب منك. ويا سلام بقى لو انت كنت الشخص اللي قريب من نفسك ده، تيجي عند ال 15 دول هاند خلاص، والله مش فاضل يا ابني خلاص، مش فاضل غير 16 اهو، فاضل 4 بس خلاص، تيجي تقول له تعبت يقول لك يا ابني خلاص هانت، اللي خلاك تعدي ال 15 ده انا فاضل 5 بس خلاص، اجمد يا بطل خلاص مش فاضل كتير، المهم انت تقول 16 خلاص وهترمي الحاجه برده تعبان، خلاص خلاص هانت هانت هانت، المهم لغايه لما بالصبر وتصبر نفسك ومره في مره لغايه لما تعدي ال 20، وفجاه بقى
تترمي كده من التعب وتحس ان انت فعلا تعبت وتحس بقيمه مجهودك اللي انت عملت. طيب ايه الحاجه اللي تخليك تتشجع على المذاكره؟ اكيد بكل سهوله المقابل اللي انت هتحصل عليه. لما قرات قصه سانتياغو المقرر على الصف الاول الاعدادي بصراحه استوقفني سؤال جميل جدا، ليه سانتياغو ما كانش خايف والسمكه بتجر القارب لمسافه بعيده جدا في البحر؟ الاجابه بكل سهوله تتلخص في انه كان عارف ايه المقابل اللي كان هيحصل عليه لو جاب السمكه دي، انه هيكون معاه فلوس كتير وهيكون غني، فنسي اي خطر واي متاعب ممكن تواجهه في سبيل ان هو يوصل ليها. انسى كل المتاعب والمشاكل اللي ممكن تقابلها وتواجهها، لان في النهايه هتفرح جدا بالنتائج اللي انت هتعملها. انت لما تسمع كلمه فاشل، بالاحرى انت مش هتسمع الكلمه دي، انت هتشوفها في كل عين واحد من الناس تقابله. عارف ليه؟ لان الانسان اللي عمل حاجه غلط او مقصر في حاجه بيفتكر ان كل كلمه بتتقال عليه. يعني انت لو ماشي في الشارع وسمعت كلمه فاشل من اي حد حتى لو ما كانش عليك هتقول انها عليك انت. فبلاش يا شباب تكسر نفسك وتحس الاحساس الصعب ده. المشكله الثانيه اللي عايز اتكلم عليها استعجال النتائج. يا شباب مش لازم تستعجل النتائج، يعني مش شرط انا بذاكر لازم اتحسن في نفس الوقت، لا، اي حاجه في الدنيا بتبدا صغيره، بس هي مشكله الشعب المصري موهوم باستعجال النتائج. خد معايا مثال تمثيلي بيحصل مع كل واحد في مصر دليل على الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. الواحد حاسس بصداع رهيب، خد معايا انتيبيوتيك ليك حلو بتاع الحمل، لا يا جدع مضاد حيوي خد بس، انا اخد شويه بقى. ها احسن دلوقتي؟ اه الحمد لله، لا كده خلاص فقت. الواحد فينا يدخل الجيم من اول يوم عايز يكون جسمه حلو، وكل يوم واقف قدام المرايه بتفرج العضله دي طلعت العضله دي طلعت، وبتفرج عايز مستعجل النتائج. يعني يروح كورس انجليزي من اول يومين يسال نفسه هو انا ليه ما بتكلمش انجليزي، موهوم عايز النتائج كلها في نفس اليوم. سيره النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال وخير دليل الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه بانتشار الدعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بقله قليله من المستضعفين من اصحابه في دار الارقم ابن الارقم. لم يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم النتائج، ايه المفروض يكون معايا ملايين الناس، انا النبي وانا صاحب الرساله الصحيحه، فالمفروض يكون معايا ناس كتير. لكن صبر صلى الله عليه وسلم الى أن انتشر الإسلام في كل أنحاء الدنيا. فعشان كده عايزك تصبر وتاخد نفسك بالراحة. السؤال التاني اللي هنناقشه، أنا خاف من الامتحان وبصراحة حاسس إن أنا مش عارف أي حاجة وخاف إن أنا ما أجيبش مجموع. بص عموما الخوف في منه محمود وفي منه ممدوح وفي منه سيد وفي منه توفيق. خلاص يا عم الناس بتتفرج. الخوف يا شباب في منه محمود وفي منه مذموم. النوع اللي يخليك تشتغل أكتر ده تمام وزي الفل، النوع التاني يا ريت بلاش منه. مشكلة تانية يا شباب ممكن تكون بتواجهها، ان انت لما بتخلص مذاكرة مش بتكون فاكر اي حاجة، تيجي تحاول تفتكر انت كنت بتذاكر ايه مش فاكر. علميا الحاجة دي طبيعية جدا، لان المعلومات اللي انت بتذاكرها دي لما بتحتاجها وقت الامتحان بتلاقيها. لكن عموما الخوف من الحاجات اللي ممكن تأثر عليك بطريقة انت مش مدركها، وهديك مثالين او مثال على الكلام ده. تخيل في مباراة كرة قدم ما بين فريقين، الفريق الاولاني فايز 1-0، المفروض الفريق اللي فايز 1-0 يكون مطمن وهادي وبيلعب بأريحية كبيرة، لكن الفرقة دي خايفة، والخوف اللي هو النوع الثاني اللي قلنا عليه اللي هو المذموم، خايفة انها تتعادل، خوفها ده هيأثر عليها بالسلب. الفرقة اللي مهزومة 1-0 كانت خايفة، بس خايفة خوف من نوع ثاني، خايفة من الهزيمة، الخوف ده أثر عليها وخلاها تندفع للأمام، لأن مش معاها حاجة تبكي عليها أو تندم عليها أو حاجة تخسرها. الفرقة دي في النهاية اتعادلت وفازت، وده بنشوفه كتير على أرض الواقع. اللي بيتفرج على مباراة كرة قدم شفت الخوف ممكن يأثر عليك ازاي؟ بالسلب. كمان الخوف ممكن يعطلك عن ان انت تطلع كل اللي جواك في الامتحان، وتيجي بعد الامتحان تقول ياه ده في حاجه انا كنت عايز ازودها في السؤال ده بس نسيتها. هو الخوف اللي بيعمل فيك كده. بص طالما انت عملت اللي عليك وتمام سيبها على ربك، طالما انت خد بالاسباب. كنت ايام الكليه معايا ماده صعبه، رغم ان انا ذاكرت وعملت اللي عليا وعملت كل حاجه لكن خايف. قعدت مع نفسي كده وسالتها شويه اسئله، هو انت ده اول امتحان ليك في حياتك؟ اكيد لا يعني. طب اول ماده صعبه تقابلها في حياتك؟ لا برضه. طب انت عملت اللي عليك وربنا وقف قبل كده معاك 14 سنه اللي هي في المراحل التعليميه المختلفه، وقف معاك في الكليه، هيجي يسيبك في اخر سنه يعني؟ برضه لا. امال انت خايف من ايه وبتضيع الوقت اصلا في الخوف ليه؟ ومن ساعه اليوم ده وانا استسهلت كل حاجه في الحياه. اخر سؤال يا شباب المفروض اجاوب عليه، انا ضعيف في الانجليزي ومش عارف اعمل ايه، وبصراحه حاسس ان الانجليزي ده العقده بتاعتي. انا حاسس ان انا طولت عليكم، فعشان كده السؤال ده ان شاء الله هجاوب عليه في حلقه تانية. بتمنى يا شباب ان انت تتابعني في الفيديوهات اللي جايه، وان انت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس لو انت ما عملتش كده. ويا شباب يا ريت عايزين نعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر قدر من الناس، لان بجد الناس محتاجه تفهم الفيديو ده وتفهم الكلام اللي هو فيه. ولو انت عندك اي اقتراح او اي حاجه عايزين نتكلم عليها ممكن تكتب لي في الكومنتس وتقول لي ايه رايك في الفيديوهات اللي احنا بنعملها والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، لو انت حابب نتكلم عن حاجه معينه. اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.